هذا الرجل تسبب بأكبر عملية تسريب للبيانات بتاريخ CIA أو ما يعرف بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 40 عاماً. الأمريكي جوشوا شولت موظف سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أدين بتهم عدة كان أبرزها تسليم كميات كبيرة من البيانات السرية إلى ويكيليكس عام 2016، وجمع ونقل معلومات الدفاع الوطني بشكل غير قانوني عام 2022، كما أدين في عام 2023 بتلقي وحيازة ونقل مواد إباحية للأطفال. وتعتبر الفضيحة التي فجرها موقع ويكيليكس الإلكتروني من أكثر الاختراقات خطورة في التاريخ الأمريكي. آلاف الوثائق السرية المسربة كشفت عن انتهاكات عدة بحق الجيش الأمريكي، مثل قتله لمئات المدنيين في أفغانستان والعراق برقم أكبر من الذي أشارت إليه التقارير، وضلوعه بعمليات تعذيب للسجناء ومحاولة الحصول على معلومات شخصية حيوية لمسؤولين مهمين في الأمم المتحدة. ما اعتبرها البعض معلومات حساسة زعزعت الأسس التي تبني عليها أمريكا سياساتها.